ان انت اكتر حد ممكن اثق فيه. اكتر حد ممكن تثق فيه ولا اخر واحده ممكن اي حد يفكر انك تلجأ لها؟ انا طبعا مبسوطه انك عايش ومبسوطه اني شايفاك قدامي دلوقتي، بس مش عارفه اقول ايه، مش عارفه احس ايه اصلا. مش عايزه تبقي صحفيه كبيره؟ اتفضلي يا ستي الفرصه. ابقى صحفيه؟ انا صحفيه غصب عني. ايه انت مش عارف تقول ايه ولا لسه بتشب؟ لا 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 بشب ايه، لا بس انا مستغرب المفاجاه قوي. طب يا ترى مفاجاه حلوه ولا وحشه؟ بتعملي ايه هنا؟ مفيش، بغطي المؤتمر يعني الجريده اسمها الامل. ايه ده فعلا؟ اه فعلا. ايه فعلا دي؟ هو انت كنت فاكرني هشتغل ايه يعني؟ لا 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 انا ما اقصدش، والله ما اقصدش، بس اصل المفاجاه حلوه قوي وغريبه قوي في نفس الوقت. الدنيا صغيره قوي قوي. طمني عامله ايه؟ عايز الرد الحقيقي ولا الرد الطبيعي اللي بيتقال في السؤال ده؟ زي ما انتي ما اتغيرتيش. بص بقى، الايام بتعدي كده شبه بعض، حبه ملل على حبتين اكتئاب وهي ماشيه. لا كده انا مش مصدق. ليه؟ عشان مش دي رضوى اللي انا اعرفها. فين رضوى العميله؟ فين رضوى اللي كانت عايزه تعمل اي حاجه بتعملها؟ رضوى اللي انت عارفها دي اتغيرت من ساعه ما افترقنا. المهم سيبك مننا، انت عامل ايه؟ مبسوط؟ مش عارف. ما تسالنيش ازاي، والله ما عارف. ليه يعني؟ ما انت بتشتغل صحفي زي ما كنت عايز. وبشتغل طول الوقت، واي حاجه بتعطلني عن شغلي برميها ورا ظهري. عشان كده ما عنديش دقيقه واحده اسال نفسي انا فعلا مبسوط ولا لا. واسمك بيكبر كل يوم. وهيكبر اكتر واكتر. زي ما وعدتك زمان، فاكره؟ انت ما اتغيرتش يا عمر. لسه نفس الاصرار في عينيك. ومش بس كده. ايه؟ لا بلاش بلاش. لا لا من فضلك، والله ما بزعل. هي دي اللي انا كنت هقولها. مش بتزعل، مش بتفرح، مش بتهتم، مش حاجه بتهمك غير طريقك اللي انت ماشي فيه وبس. عارف رضوى ايه السبب الحقيقي اللي خلانا نسيب بعض؟ ايه؟ انك فهماني زياده عن اللزوم، عارفه كل عيوبي. العكس صحيح، علشان كده ما كانش ينفع ابدا ان احنا نتفق. رضوى بجد انا سعيد قوي ان انا شفتك النهارده. فعلا فعلا، وهنتقابل كتير قوي الفتره اللي جايه. انا شايفه ان احنا لازم نركز مع جبر لان هو اللي ليه علاقه مباشره بالموضوع. لا جبر ده تعبان، لو فتحت معاه الموضوع بشكل مباشر او غير مباشر هياخد باله، انما ياسر هو السكه السهله. طب انا هروح دلوقتي الجورنال واروح لآسر واحاول افتح معاه الموضوع كده من بعيد واشوف هيحصل ايه. الو؟ ايوه يا فندم. ايوه انا معاك. نعم؟ رضوى؟ ايوه يا فندم، عندنا صحفيه اسمها رضوى. ايوه دي مدير التحرير ولسه متعينه جديد. يا فندم هي بتكره عمر جدا، مش ممكن تكون عارفه حاجه. نعم؟ طب حاضر حاضر حاضر، لو عرفت اي حاجه هتصل بسيادتك على طول. مع السلامه. الو. صوت الكروان ده انا كنت يأست ان انا هسمعه مره تانيه. معلش اصل انا كنت مشغوله. ما انت عارف ان انا جديده كمدير التحرير وفي حاجات لازم اعملها. والله انا برضو قلت كده. اكيد في شيء مهم خلاكي ما تجيش في الميعاد اللي احنا اتفقنا عليه عشان تاخدي الورق. معلش انا اسفه جدا. انا كنت هكلمك النهارده. والله يعني في نفس اللحظه وفي نفس الثانيه والفيمتو ثانيه اللي انا فكرت اكلمك فيها انت كمان فكرت تكلمي. بس انا عشان المعزه بتاعتي زايده شويه عن المعزه اللي عندك فانا كلمتك الاول. ميرسي جدا. بقول لك ايه؟ موضوع الارض ده احنا مستعجلين عليه. عايزين في ظرف يومين ثلاثه نبتدي فيه. خلاص ابعت لي ورق الارض مع اي حد وانا هبص فيه. تصوري لو ما كانش في بينا عشره وعيش وملح ويسكي ومزات ولذات كنت قلت ان انت عاوزه تزعليني منك،
الساعة 6 آخر النهار بكرة مستنيك تجيني المكتب عشان تاخدي الأوراق ونتكلم في الموضوع. ما تخلينيش أجيل. حاضر. مع السلامة. أنا بجد مش عارفة أقولك إيه. أنا بتعبك معايا. هو ده بقى الكلام اللي أنا ما بحبش أسمعه. ابني شقي ومتعب وأنا عارفاه. بس أنا أكيد هحاول أظبط مواعيدي في المستشفى. لو هتظبطيها عشاني يا ست مالكيش دعوة. أنا وزياد حبايب. وبجد هو ما بيتعبنيش في حاجة. بس أنا كمان لازم أهتم شوية بهشام. أنا حاسة إن أنا مقصرة من ناحيته. هشام أخويا أطيب واحد في الدنيا. بس هو اللي دماغه مش مريحاه. صدقيني بيحبك وبيحبك قوي كمان. وأنا كمان بحبه. بس ساعات بحس إنه مش فاهم ده. طب فكرتي تاخدي أجازة أنت وهو؟ تسافروا كده في أي حتة، تقضي شهر عسل جديد. بلاش يا ستي شهر عسل، تتكلموا مع بعض، تتعرفوا على بعض من جديد. احنا لسه هنتعرف على بعض يا سماح. بصي يا منى، انت عارفين انا لا حكيمه ولا ليا في شغل النصايح ده، بس انا متاكده ان احنا طول الوقت بنتغير، او على الاقل فينا حاجات بتتغير. وما دام بنتغير يبقى لازم نتعرف على بعض من جديد عشان نقدر نفهم ونكمل. عندك حق. يبقى من بكره تقنعي هشام وطيران انتوا الاثنين على اي حته. طب وزياد؟ تاني زياد يا بنتي بقى انا في مقام عمته. انت فعلا عمته يا سمر. خلاص، ومن واجب العمه انها تقعد مع اولاد اخوها لما مامتهم ما تبقاش في البيت. ربنا يخليكي، وان شاء الله انا وهشام نخلف وتبقي عمه بجد. يا ريت. توعديني انك تفكري؟ هحاول. يا استاذ. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بس اوصل حضرتك، يعني هي زينب لسه ما جاتش. زينب؟ مش عارفه، هي ملهاش مواعيد يعني. وبعدين بتسال انا ليه؟ ما تروح تسال اي حد من صحابها. هو انا عدالكم يعني اخد حضور وانصراف؟ لا انا اسف، اكيد مش قصدي يعني. اكيد انا فاهم ان حضرتك مش بتتعامل مع الصحفيين كل يوم الصبح. انا بس انا وزينب كنا بنعمل الموضوع كده على جنب. على جنب؟ ويا ترى مين بقى اللي كلفكم بالموضوع ده؟ لا والله ما حدش لسه كلفنا بالموضوع. احنا شغالين وقلنا بس لغايه ما نوصل لنقط مهمه ونحس ان احنا خدنا خطوه في الموضوع هنيجي اكيد ناخد راي حضرتك. هي بصراحه اشتغلت معايا على الموضوع ووصلت الشغل كويس، ولما مشي كلمتها ما ردتش عليا، ولقيتها بعتها لي الصبح مسج قلقني عليها جدا. مسج ايه؟ بتقول ان هي تعبانه. تعبانه قوي. لا الف سلامه عليها. انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، ولو عرفت حاجة بقول لك. معلش يا اسر، أنا عندي شغل كتير قوي لازم أقفل المقال بتاعي. ماشي، هنزل حضرتك. تعرفي ايه عن الموضوع اللي رضوى شغاله فيه دلوقتي؟ الموضوع ده رضوى شغاله بقالها فتره فيه، واعتقد انها وصلت لبنت الدكتور اللي كان بيساعدهم في السجن. تخيل يا استاذ انه كان بيكشف على المساجين عشان يقول لهم يعذبوهم ازاي؟ قمه الاجرام. بتتكلم عن ايه؟ عن الموضوع اللي شغاله فيه رضوى، تعذيب المساجين. لا مش ده الموضوع اللي قصدي عليه خالص. ايه ده؟ هي رضوى شغاله في حاجه ثانيه؟ وعايزك تعرفي ايه هو الموضوع اللي شغاله فيه دلوقتي. انا مش فاهم حضرتك تقصدي ايه. حضرتك عايزني اجسس عليها؟ ترديش في بالك عشان تفهمي. هقول لك الكلمتين اللي كل ما اقولهم لحد من الاساتذه الشرفة اللي كل ما اكلمه يرفع لي رايه الشرف والنزاهه ويديني درس في الاخلاق. احنا شغالين في الصحافه هنا، والصحافه دي شغلانه مش سهله مش طبيعيه. كل اللي يهمنا ان احنا نوصل للحقيقه، نتجسس بقى، نتشقلب، نتعفرط، المهم نوصل اللي احنا عايزين نوصل له. انا عارف ان انتوا عددكم قليل والشغل عليكم كتير، عشان كده فكرت ان احنا نعين محررين جداد في قسم التحقيقات. وانا عندي محرره كويسه قوي يعني بثق فيها وارشحها انها تشتغل معانا، اسمها رضوى البصاص. مش دي اللي مشيت من مصاوب فضيحه؟
بصي انا سمعت حاجات كتير قوي عن الموضوع ده، بس يعني انا ممكن اصدق ان هي اللي طلبت انها تمشي بعد ما اتهموها وما قدروش يثبتوا عليها. بس بيقولوا اللي كان شغال معاه في الموضوع ده في السجن دلوقتي، وان هم كانوا بيطلبوا فلوس من شركات السياحه. مش هو ده موضوعنا دلوقتي، احنا بندور على محررين كويسين، ولو مشينا ورا الاشاعات مش هنعين حد. لا ده احنا لو مشينا ورا الاشاعات هنرفد 90% من اللي بيشتغلوا معانا. استغلال الوظيفه لتحقيق مكاسب شخصيه جريمه خطيره يا استاذ عمر، واللي عملها مره ممكن يعملها تاني. استغلال الوظيفه لتحقيق مكاسب شخصيه مش جريمه بس قاصره على رضوى، ده اذا كانت عملتها فعلا. يعني مثلا حضرتك يا استاذه نهاد، وطبعا مع كامل تقديري واحترامي لسعادتك، عينتي قريب ليكي في الخارجيه بعد ما عملتي حديث مع مسؤول مهم هناك، مش كده؟ انت بتلمح لايه يا عمر؟ خالص خالص، انا بقول انها مجرد صدفه، بس ممكن حد يعني مغرض يقول ان ده استغلال الوظيفه لتحقيق مكاسب شخصيه، وان حضرتك قصدتي تنشري الموضوع ده علشان تعيني قريبك، وخصوصا بقى ان المسؤول الكبير ده طلب حضرتك بالاسم علشان تعملي معاه التحقيق ده بعد ما اتهموه في قضيه فساد وكان عايز يلمع اسمه. انا ما اسمحلكش ان انت تتكلم عليا بالطريقه دي يا عمر. بس خلاص يا نهان، خلاص. في ايه استاذ عمر؟ انا بثق في رايك وعارف ان انت مالكش اغراض شخصيه، لو انت شايف انها كويسه انا ما عنديش مانع عينها، سيب لي رقم تليفونها واسمها لو سمحت. طب هو يا استاذ يعني حضرتك شاكك ان رضوى بتعمل حاجه غلط؟ احنا مش عايزين نسمع الاحداث، انت كل اللي مطلوب منك تعرفي ايه الموضوع اللي هي شغاله فيه دلوقتي، لانه موضوع حساس شويه. انا ليا اصدقاء يهمهم الموضوع ده وعايزين يعرفوا اي حاجه تتعلق بيه قبل ما تنشر. انا بلغني من مصدر معين ان رضوى شغاله تبع جرنان تاني، والشغل ده هيضر الجرنان بتاعنا. انا طبعا ما صدقتش وحبيت اتاكد. انا عارف انت بتحب رضوى قد ايه، وفي نفس الوقت عارف انت مخلصه للجرنان بتاعنا ازاي. اكيد طبعا يا استاذ، عشان كده المكافاه بتاعتك اعتبر انها اتمضت من دلوقتي. مش عايزك تبص للمكافأة دي على انها رشوة والكلام الكبير ريادة، المكافأة دي عن شغلك اللي فات قبل كده، يعني كنت هتقبضيها هتقبضيها. اطمن يا استاذ، انا هعمل اللي اقدر عليه وهطمن حضرتك. ومش عايز اوصيكي اي معلومة مهما كانت من وجهة نظرك انها تافهة تبلغيني ليها، ان انا هستفيد منها. تحت امرك يا استاذ. الامر لله، اتفضلي. عن اذنك. استاذ جبر عايز. حاضر هخلص ده واجي معاكي. دكتوره منى. ايوه مريم، عايزاني في حاجه؟ كان في واحد عايز حضرتك بره في الكافيتيريا. مين؟ مش عارفه. ادخل تعالى يا ياسر. عملت ايه في الموضوع اللي قلت لك عليه؟ خلال ساعه ساعه ونص بالكتير اجيب لحضرتك الخبر اليقين. برافو عليك، ده عشمي برضه في صحفي مجتهد ونشيط زيك. ربنا يخليك، انت عارف كل اللي يهمني ان احنا نبقى عند حسن ظنك. انت دايما عند حسن ظني يا اسر. قول لي بقى، قابلت المصدر بتاعك وقلت له انت عايز تعرف ايه؟ حصل. برافو. نسرين ممدوح البوصيلي، مرات السفير ادهم الشربجي. برافو عليك، انت جريء قوي، تدبور جامد، انا ما كنتش عارف. ده انت هتخاف منك بقى على كده. ماشي مع مرات سفير؟ لا، وسفير ايه؟ مش اي كلام، سفير له تقله. وناويين بقى على الجواز ولا ماشي معاها يومين كده وهتخلع؟ ايه مالك؟ تستغرب يعني انا عرفت ازاي؟ انا برضه صحفي قديم وليا مصادري، مش كده ولا ايه؟ معجب بيك جدا، عشان كده حبيت اوثق في اللحظه دي. عملت لك كام صوره حلوين كده. بص واد مصور ممتاز،
لا وهعمل لكم جو رومانسي الصوره حلوه قوي. الشغل الرخيص ده معاك حق، هو مش رخيص وبس، هو شغل وسخ كمان، بس في اللي اوسخ منه بقى، لما الشغل ده ينزل على اليوتيوب نختار منه احلى صوره تنزل مع الموضوع في الصفحه الاولى في الجورنال، مش كده ولا ايه؟ انت ممكن تنشر الكلام دوت؟ وليه لا، عندك مانع؟ بص يا ابني، انت الظاهر ما بتتعلمش بالراحه، لازم تتقرص عشان تتعلم كويس، نصيحه مني ما تلعبش مع اللي اكبر منك، اللعب مع الساده جده خطير واللعبه خاسره ابدا، عشان كده انا بلعب معاك، لانك عيل وتافه وما تسواش حاجه. صحيح المثل بيقول لعب مع العيال ما يخلاش مش عارف ايه، بس انا برضو هبقى عامل حسابي معاك، عشان كده بحذرك، حسك عينك يا اسر تقرب من ناحيه التنفيذ او تتكلم مع اي حد في موضوع عمر نصر، لو حصل ده هاذيك. احمد ربنا ان انا لسه سابق في كورنيه لغايه دلوقتي. اتفضل على مكتبك، نفذ اللي قلت لك عليه، واي حاجه تطلب منك تعملها وانت ساكت. اتفضل يلا غور على مكتبك. في حاجة يا هشام؟ ليه جيت للمستشفى؟ اتفضلي. مش فاهم. مش هقدر اخد منك حاجة. ليه بتتعامل معايا كده يا هشام؟ ليه حاطط فرق بيني وبينك؟ على فكرة أنا مراتك. أنا آسف يا منى، بس أنا بفكر أنا وأنتي ننفصل. نعم؟ إيه الكلام ده؟ معلش. ايه اللي بتقوله ده؟ في ايه؟ مالك؟ انا كنت فاكر اني هقدر اساعدك، بس للاسف انا فشلت بصراحه. انا مش مستريح معاكي، فخلينا نفصل بهدوء من غير ما نخسر بعض. انا ما زلت بحترمك جدا، وعاوز مشاعري من ناحيتك ما تتغيرش. ده تفكيرك غريب متكبر، مش قادر تستحمل فكره انك تبان ضعيف قدامي، زي ما تكون داخل معايا حرب وعايز تنتصر فيها بعد كل اللي قلته واللي عملته. لكن للأسف مفيش حاجة بتغير رأيك. لو عايزة تفكري بالطريقة ديت براحتك، أنا ما يهمنيش إنك تفهمي حاجة. اعمل اللي يريحك. استنى يا هشام، قول لي أنا عملت إيه؟ غلطت في إيه؟ زعلتك في إيه؟ فهمني. قلت لك انا مش مستريح معاكي وعاوز اطلعك. شوفي انت عاوزه ايه وطلباتك ايه، وخلي باباك يكلمني، وانا تحت امره في اي حاجه هو يطلبها. سلام. ياسر انا عايز اتكلم معاك. عاوز ايه؟ تعال. انت كنت عملت موضوع الجاسوسيه بتاع عمر نصر، والموضوع ده كان فيه اطراف تانيه منهم محامين، وانا شغاله دلوقتي في موضوع التعذيب ومحتاجه اسم المحامي فيهم من اللي كانوا في قضيه الرشوه. انا معرفهمش، معرفش اي حاجه عن الموضوع ده خالص، ويا ريت ما تتكلميش معايا تاني فيه. بس انت كنت كاتب اسم محامي. خلاص روحي شوفي. بتساليني انا ليه؟ انت ليه بتعاملني بالاسلوب ده كاني بشحت منك؟ بص بصراحه الموضوع ده ليه علاقه بعمر الله يرحمه، عشان احاول انضف اسمه شويه بعد ما اتشوه، والراجل ده له افضل كتير عليك، فعيب قوي انك ترفض انك تهتم بالموضوع، خصوصا بعد المقال الزباله اللي انت كتبته عنه قبل ما يدفن. رضوى انا ابن 60 كلب، ما بعملش اي حاجه كويسه وما بقفش مع اي حد. الموضوع عندي، خد اللي انت عايزاه بعيد عني. ما هي معلومات لو موجوده في الجورنال ما كنتش زليت نفسي وجيت سالتك. انا لازم اعرف الموضوع ده ومش هسيبك لغايه ما تساعدني واعرفه. رضوى يا ريت تبعدي عني خالص الفتره دي، انا مش ناقص اي مشاكل، انا المره دي بكلمك بالادب، معرفش بعد شويه ممكن اعمل ايه. بص يا اسر، اذا كنت فاكر ان انا هرد على اسلوبك الواطي ده بان انا اخصم لك او ارفدك مثلا تبقى غلطان. انا خطيبي يعرف ضباط في امن الدوله، ولو كنت فاكر ان امن الدوله ده ما بقاش زي زمان وبقى جمعيه خيريه، يبقى انا ممكن اخليك تغير وجهه نظرك دي. أنا حعرف يعني حعرف بالذوق بالعافية. أنت حر بقى، المسألة بالنسبة لي مسألة حياة أو موت.
رضوى انت بتهدديني؟ فاهمه اني اخاف؟ هل عايز اوديك انت واهلك وخطيبك دوره الشمس اعمل كده؟ انت فاهم اللي بقوله ده ولا لا؟ استنى بقى لغايه ما اجيلك انا واتاكد بنفسي. انا هقول لك تقابلني فين. رشا ما تعرفيش زينب فين؟ هي ايه الحكايه فندم؟ ايه الحكايه؟ لا مش قصدي، اصل كل الناس النهارده بتسالني عن زينب وانا ما اعرفش هي فين. طب اخلصي، تعرفي حاجه عن الموضوع ولا لا؟ ما بتردش على تليفونها وما جاتش. طب اديني تليفونها، حتى لو كلمتيها مش هترد عليك، احسن حاله تروحي لها البيت. ماشي هروح لها، اديني بس العنوان. بتسال عن زينب؟ زينب ليه؟ ما اعرفش، بس اعتقد ان زينب تعرف حاجه عن الموضوع اللي هي بتدور عليه وهي رايحه لها النهارده. تحب حضرتك يعني اتقص كده واعرف ايه الموضوع؟ لا لا لا، مش عايزه تحس ان في حد مهتم باللي هي بتعمله خالص، بس في اقرب فرصه عايزك تعرفي لي الباسورد بتاع الاكونت بتاعها على الفيسبوك. ايه ده؟ وانا اعرف ازاي ده؟ شوف اي حد من العيال المحررين اللي بيفهموا في الكمبيوتر تكوني بتثق فيه، او شوفي اي برنامج البرامج اللي بتفتح الحاجات دي. طب يعني هو الموضوع ده مهم يا استاذ؟ في ظرف 24 ساعه عايز ابقى عارف كل حاجه عن رضوى وايه اللي بتعمله بالظبط. لو قدرت تخلصي الموضوع ده لك عندي مكافاه كبيره قوي ما تحلميش بيها. هي ايه؟ ايه هي يا استاذ؟ ايه هي؟ الراحه حاجه هيجي من وراها مصلحه كبيره قوي. هقدر اعتمد عليكي؟ طبعا يا استاذ، قدها وقدود، هتشوف. يا عم ربنا يوفقك. هايل جدا اللي انتوا عملتوه ده، انجاز عظيم جدا يا رجاله.
وانقذتوا ناس كتيره جدا.